لو في بنت اتحرشت بيك هتعمل ايه؟ اتحرشت بيا؟ انا ممكن اتحرش بيها بس هي ما ينفعش تتحرش بيا. اتحرش بيها وقدر الله ما شاء فعل، يعني مفيش حاجه ايه اللي هيحصل. اتحرش بيها. اه والله بجد هتحرش بيها. اتحرش بيها زي الشعب كله يعني. هي اللي جايبه نفسها. اغتصبها. اصل اتحرش بجد، اصل دي موهبه. فانا اشوف هي موهبتها حلوه ولا لا. هي لو موهبه حلوه انا هكتشفها وخرجت تتحرش من الناس بره. لو مامتك عرفت هقول لها ان هي اللي اتحرشت بيا في الاول فاخدت حقي. هتصدم. امي؟ لا امي هتزعل. هتفرح. اه والله. مامتك هتفرح؟ اه. لا مامتي هتزعقلي. مفيش مره وانت ماشي بنت طلبت منك رقم تليفون؟ لا لسه البلد ما وصلتش للبجاحه دي الصراحه. هو فيه بس يعني ربنا ما رزقنيش لسه. طلبوا حاجات كتير والله، حاجات كتير قوي مش رقم تليفون بس. كان فيه بس كانت وحشه. لسه المرحله الجايه ان شاء الله.